أيها الكرام، أقسم بجلال الله كلام الناس عنكم في الدنيا هو عبارة عن كاميرا خفية. أكثر ما يخشى منه الإنسان هو الخوف من الرفض أو الخوف من الفقد، الخوف من الرفض والخوف من النقد. كلما بالغنا في إنزال الناس غير منازلها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل الناس منازلها. إيش منازل الناس؟ أنا لا يملك لنفسه هو لا ضر ولا نفع. أيها الكرام، إذا عندك جهاز تقدره مرة مرة فهو له قدر عندك، تخاف عليه ولا منه؟ خاف عليه. تخاف عليه، تخاف عليه، له قدر عندك. وشيء آخر له قدرة عليك، تخاف منه، تخاف منه مثل المدير. نعم. فلاحظ الآن، في شيء عندنا، في شيء نخاف عليه وشيء نخاف منه. هذه لا تجتمع إلا لله سبحانه وتعالى، هو الذي له القدر وله القدرة علينا. فإذا جعلتها في بشر وكلك الله إليه، إذا بديت تخاف على قدرك عندهم وتخشى قدرتهم عليك، فقد ألهتهم وأنزلتهم في غير منازلهم. لا أحد يعرف كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يملك الأمور والمقادير إلا الله سبحانه وتعالى. فدعهم يتحدثون كما يشاءون. تعامل مع الكلام الآن. طيب، يجي واحد يقول، وهذا كلام منطقي، أن الواحد يقول طيب أنا رأي الناس بالنسبة لي مفيد، رأي الناس بالنسبة لي مفيد، هذا الكلام صحيح، ولكن فرق بين الرأي والحقيقة، فرق بين الرأي والحقيقة. أبو مبارك يقول لي ياسر أنت جيت متأخر 5 دقائق، هذا رأي ولا حقيقة؟ حقيقة. والله أستفيد منه، تعامل مع الحقائق واستفيد منها. لكن لما يجيني أبو مبارك يقول والله أسلوبك مو بزين، رأي بسلامتك، والله صوتك مو بزين بسلامتك، والله تلاوتك مو بزين، ملابسك مو بزين، آراء يا جماعة. بس ما تحس هذا؟ أيوة. تعجرف يعني؟ ليس تعجرف يا كريم. متى يتحول الرأي إلى حقيقة؟ يتحول الرأي إلى حقيقة إذا تواتر، يعني صار كثير بينا. كثير أنت قلت لي وأنا ثق فيك، وأنت قلت لي وأنا ثق فيك، وأنت قلت لي وأنا ثق فيك نفس المعلومة. هنا يجب أني أتعامل مع هذا الرأي على أنه حقيقة. ختاما فيما يتعلق بالآراء يا كرام، ما يقوله أبأخذ منكم، بس سامحني، ما يقوله الناس لكم وعنكم وفيكم هو مجرد فائدة بس، فلا تعاملها على أنها قاعدة. يعني قال لك صوتك مو بزين، خلاص بترك أنا تلاوة القرآن ولا الإنشاد، والله أنت ما أصلح إعلامي، والله خلاص أنا آخر برنامج لي في الحياة. لا لا، هي فائدة فلا تعاملها كقاعدة. 2، هي فائدة فلا تجعلها قاعدة. هي فائدة فلا تجعلها قاعدة. كيف؟ بمعنى والله يا سمت ما يصلح لك الغترة، أروح من بكرة وألبس إشماغ، والله دخلت هندسة، والله ما الهندسة ما تركب لك، طيب أروح أكنسل وأحذف الفصل الدراسي وأروح أدخل كلية مثلا علوم حاسب ولا أي شيء. أصبحت الفائدة بالنسبة لي لسلوكي قائدة. هنا يكون الخطأ خطأ. أما أن أستفيد من حديث الناس ومن العقلاء وممن أثق فيهم، فهذا الحديث، فهذا الكلام مما يزكي الإنسان. لذلك قاعدة يا كرام، زي ما نقول الآن لا تتأثر بالنقد، أيضا من يهرب من النقد لن ينظف ثوبه أبدا أبدا. ليش؟ لأن الثوب الآن، أنا علي ثوب الآن، جزء من ثوبي منظور أشوفه، وجزء من ثوبي مستور. هذا من يقول لي؟ الناس اللي أثق فيهم، اللي يجي يقول لي ياسر ترى ثوبك في مشكلة، في بقعة، في وسخ. لذلك يا كرام، لن أستطيع أن أتطور إلا 1، أني ما أتحسس كثيرا من النقد، لا أتحسس. 2، أن أبحث عن لا أهرب منه، أن أبحث عن لا أهرب منه. كيف أبحث عن؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول 6 حق المسلم على المسلم، 6، واحد منها إذا استنصحك فانصح له. لاحظ، استنصحك، يعني أنا أجي أقول لك إيش رأيك في كذا وكذا، استنصحك. 2، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي، يقول المؤمن مرآة أخي. طيب سؤال، المرآة تروح لها ولا تجيك؟ يعني في مرآة لاحقنا؟ لازم أنا أروح لها. ولكن انتبه، المرآة تعكس الحقيقة كما هي دون تهوين أو تهويل. ما يجي يقول لك أنت أحسن واحد، هذا ليس مرآة. وما يجي يقول لك لا يهمك أحد، بس
هذا ليس مرآة، المرآة تعكس الحقائق يا كرام. المرآة اللي تطلعك أكبر من حجمك أو أصغر من حجمك مرآة يجب أن تتخلص منها، ليست غير حقيقية. اثنين، المرآة إذا رأيت وجهك فيها، رأيت وجهك في المرآة ورأيت في وجهك العبوس، ماذا يجب أن تفعل؟ أحمد الله على النعمة. وأنت معبس، يجب أن تغير وجهك لا أن تكسر المرآة. بعض الناس إذا نصحها واحد من ربعه نصيحة حقيقية صادقة، إيش يسوي؟ يروح يكسر صديقه، بمعنى يترك صديقه، يستثقل صديقه. يا كرام الناس، إذا وجدت صديق صدوق هو كالنحلة، كالنحلة يعطيك العسل وإن لسعك أحيانا، فتمسك به. إذن هذه الفكرة الأولى في قضية تقدير الذات، أن يكون لي قيمة بغض النظر عن كلام الناس تجاهي. نسمع منكم ونبدأ بزميلنا ثم نعود لك. آسف، تفضل سالي. أول شيء يعطيك العافية، ما تقصر. ترى أنا مستعجل عشان الوقت وأجيب كل اللي أقدر أقوله، معي سامحوني. تفضل سالي. في قضية تقدير الذات، أنا أشوف ساعات إذا انفعل الشخص على شخص آخر وكان الحق معه، في ساعات يصير مثلا سالفة حمية، في قضية طرحناها ذاك اليوم، قضية تحرش مثلا. نعم. إذا أنا شفت شيء وأنا عارف أن هذه صح واللي قاعد يسوي الفلان اللي قدامي غلط، فأنا بالنسبة لي هذه هو المصارع لهذه وهذه الطفل الصغير، فأنا بنفعل عليه حمية. نعم. فما يدل ذلك أن بيقدر من تقدير الذات عنده في نفسه. فساعات بعض الشغلات تخلي الواحد ينفعل، بس ما يرمز لها أن بانفعاله قد يقلل من تقدير ذاته. نعم، قضية الانفعالات ليس لها علاقة بتقدير الذات، لها علاقة بشيء آخر سنتحدث عنه إن شاء الله، ومثالك صحيح. ماذا أيضا؟ تفضل سالي. أنا أعاني من شيء، أني صريح جدا. نعم. يعني إذا شخص جاني وقال لي شيء، يعني أعطيه الزبدة، أعطيه الكاش. ممتاز. لكن أحيان يعني أولام أني أنا أجرح. صحيح. أو أقول كلام جارح، مرات أني أنظر أنا أنه خليه جارح الآن ولا يكون مؤلم في المستقبل، يعني أنه يتراكم أو يزيد على نفس الشخص اللي أمامي، صديقي أو أخوي أو أختي، عرفت كيف؟ أحسنت. ومرات صرت بنسبة 70% متحفظ عشان ما أقول رأيي، عشان ما أخسر، عشان ما أكسر خاطر أحد، أو أني مثلا أظهر أني كأني جرحت أستاذ سعيد، أني قلت له وجهة نظري. أحسنت. رغم ذلك أحيانا أعاني أني لازم أقول رأيي حتى لو جرحته، يعني أخرج اللي في داخلك. طيب أحسنت، هذا الكلام غاية في الواقعية يا كرام، غاية في الواقعية أيها الكرام. قضية الصراحة والمجاملة، الصراحة والمجاملة، متى الصراحة تكون من الحكمة ومتى تكون المجاملة هي الحكمة؟ واحد، إذا تم استشارتك في أمر قد قضي، انتهى، أنا شريت ساعة وجيت أوريك إياها، ليس من الحكمة تقول وش ذا الذوق، لا ألعبوا عليك، بكم شريتها، بلا أصورها برسلها للجروب ضحك علي، ليس هذا من الحكمة. إذا تم الشيء انتهى، فالمجاملة هنا أكثر ذوقا، خلاص انتهى الشيء، انتهى. أما قبل أن أشتري، قبل أن أفعل، فإن المجاملة والمسايرة والموافقة مداهنة غير مقبولة. أنا أغشك هنا، أغشك. إذن لابد أن أكون صريحا. إذن عندنا الصراحة والمجاملة. نيجي للصراحة. الصراحة أيضا لها أسلوب. الصراحة عشان تكون مقبولة لها أسلوب وتوقيت، أسلوب وتوقيت. يا كرام، إذا جاك واحد منفعل أو نشيط أو مبسوط علشان هو يوريك حاجة، أنا بسوي وبفعل وبصير يعني أنجح، إذا كنت صريحا ربما تكسره. طيب كيف أكون صريح دون كسره؟ أيها الكرام، بدل أن تعطيه إجابات رأيك، اسأله أسئلة، بس اسأله أسئلة. كيف؟ أسئلة، مثلا جاينا سعيد جدا أني أنا بصير منشد، مثلا أنا بصير منشد وأنا كذا وأنا كذا وأنا إن شاء الله بإذن الله وأستنصحك أنا، وش رأيك؟ أقولك وش رأيك؟ جيد؟ هنا أنت تستطيع أن لا تعطيني رأيا، وإنما أن تعطيني معلومات، تقول ترى المنشد لازم يصير صوته جيد ويعرف في كذا وفاهم في كذا، وتعطيني مجموعة من المعلومات، ثم تقول لي هل أنت مهيأ عندك هذه الأشياء ومؤهل لها ولا لا، واجعل الأمر بيني وبين نفسي.
بيني وبين نفسي، لأن كثير من الناس ما يفرق بين النصيحة والتثبيت.